وللحديث عن التطورات في غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال تزامنا مع الحديث عن اتفاق مرتقب لإيقاف إطلاق النار ومع بيان 800 مسؤول غربي يحذرون من تداعيات سياسات حكومات بلدانهم بشأن العدوان على غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ ياسر نجار. حياكم الله أستاذ ياسر. نعم يوسف، لنبدأ أهلا بك، وأيضا أرحب بضيفي عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني تيسير سليمان. حياكم الله أستاذ تيسير. أهلا بك. لعلي أبتدئ معك أستاذ ياسر، يعني هذا البيان من 800 مسؤول غربي يعني يوجهون تحذيرا من سياسات حكومات بلدانهم من تداعيات هذه السياسات، هذه السياسات المتبعة بشأن العدوان على غزة. بداية، كيف تقرأ هذا البيان وما هو تأثيره الحقيقي برأيك؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم ولضيفكم أيضا. يعني أعتقد أن ما يحصل من أحداث في غزة وهذه المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي قد طال مداها، إلى درجة أن الحكومات الغربية كانت تتفاعل على أن هذه الأحداث لن تستمر لمدة أسابيع قليلة محدودة، وبالتالي يعني يمكن لها أن تكذب على مجتمعاتها ويمكن أن تدلس لها من الأخبار وتضغط باتجاه أي معلومات يمكن أن تسرب إلى الشارع الأمريكي أو الشارع الغربي على وجه العموم. لذلك وجدنا أن هناك كانت حملات ضد أي محاولات لتعريف الشارع الأمريكي أو الشارع الغربي بما يحصل من حقائق في غزة. ولكن مع المدى الطويل واستمرار هذه المعركة لفترة تجاوز 3 أشهر والنصف، أعتقد أنه لم يعد ينطلي على الشارع الغربي ولا على الشارع الأمريكي كل هذه الأكاذيب، وبدأت حركات الشارع وحركات المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا على وجه التحديد بشكل أكبر ما يمكن، إلى درجة أنها بدأت تخلق نوع من الضغط على حكوماتها، وسيما إذا علمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي في صدد ما يعرف بالانتخابات الرئاسية، وبالتالي لا تستطيع الحكومة للحزب الديمقراطي أن تدلس على شارعها أو تتغاضى عن كل هذا الكم الهائل من الجرائم. وآخر ما حرر عندما كان هناك ما يعرف بمحكمة العدل الدولية وإجراءات التي اتخذتها دولة جنوب أفريقيا بأنها وجهت تهمة مباشرة وصريحة، وبدأت هذه المحاكمة على أساس قبول الدعوة بأن إسرائيل متهم بجرائم ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. إذن كل من يتفاعل مع إسرائيل من حكومات سيكون عرضة أيضا لمثل هذه الاتهامات. الشعوب لن تقبل أن يكون دولها متهمة بهذا الشكل، وخصوصا إذا علمنا أن هذه الشعوب تحيا في جو من الديمقراطية، وهناك العديد من المسؤولون يرون أن مثل هذا التجاوز التي تقوم به حكوماتهم وحكومة الحزب الديمقراطي لا يمكن السكوت عنها. لذلك وجدنا أنه في الآونة الأخيرة كان هناك شبه إجماع للعديد من الموظفين ولأكثر من مرة آخرها هذه القائمة التي قدمت بأنها لا تقبل أن يكون مثل هذا التجاوز تحت سقف ما يعرف في الحريات والديمقراطية التي يجب أن تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن نص الدستور الذي تحكم به. نعم، بالانتقال إلى الأستاذ تيسير. أستاذ تيسير، هل تبدو لك أو هل يبدو لك هذا الكيان، حكومة هذا الكيان، مكترثة بما يجري من تبدل لربما للرأي العام العالمي وخسرانها للسردية، سردية المظلومية، وأنها ضحية الهولوكوست من الحرب العالمية الثانية واستثمارها حتى الآن، هل تبدو لك هذه الحكومة مكترثة بتبدل الرأي العام العالمي تجاه ما يجري؟ نعم، بالبداية تحية لك وجمهورنا الكريم. حقيقة أخي، نعم، الاحتلال يجب أن يهتم ويجب أن يكترث لهذه السردية، بحكم أن قيام دولة الاحتلال قام على قسمين رئيسيين. القسم الأول وهي مظلوميته وحقه بكيان يقوم بحماية نفسه فيه، والسردية الثانية هي
قوة الاحتلال البريطاني الذي كرس وجوده وقام بتسليحه والمناطق التي لم يستطع عصابات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها أو السيطرة عليها، قامت بالطيران والسلاح المدفعية وكل ما تم توفيره لهذه العصابات لأخذه من بريطانيا لتنفيذ هذه المهمة. الأمر الآخر وهو أخي، نحن الآن نعيش بفترة مختلفة عما كان يحدث في السنوات الماضية، سنوات ما قبل الأيتسين أو دعنا نقول ما قبل انتشار الإعلام الجديد والسوشيال ميديا والمعلومات الحرة أو المواطن الناقل للخبر ووكالات الأنباء التي تنقل بصورة صوت. نحن كنا بالماضي نعيش برواية الأخبار والصحفي والتلفزيون والتقرير التي يخضع للرقابات وربما يخضع للسياسات الدول، وبالنهاية نصل إلى مرحلة أن الجمهور الذي يشاهد كان عربيا أو إسلاميا أو أجنبيا يرى ما تريده وسائل الإعلام التي تعمل في بلده، أكانت هذه وسائل تابعة لمنظومات قريبة من الاحتلال الإسرائيلي أو موازية أو حرة، وإن كانت بعضها كان ينقل خبر يكون متأخرا عن صناعة الحدث، سيكون متأخرا بأشهر أو تقارير، والتقارير تكون. الآن نحن بعالم تستطيع أن ترى كل شيء مباشر، تستطيع أن تتواصل مع الجميع، وتستطيع أن تحصل على المعلومة، وأيضا تستطيع أن تبني رأيك بناء على الأحداث التي تتوارد لك. هذه المشاهد أدت بالنهاية لتغير رأي عام. اليوم نرى بعض آراء الرأي أن الشعب الأمريكي نصفه يرى أن إسرائيل ذهبت بعيدا في الرد على عمليات 7 أكتوبر، وأيضا قبل أيام كنا نسمع أن من جيل 17 إلى جيل 24 من الشباب في العالم وخاصة في الولايات المتحدة يرى بمظلومية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. أيضا انظر إلى وسائل الإعلام التي اليوم تكلمت عن تقارير مزورة عن مؤسسة الجثث في إسرائيل داكا التي هي تعمل على جمع الجثث ودفنها، أنها زورت الحقائق من أجل أن تقوم بسد ديونها المتراكمة عليها منذ فترة طويلة. هذا كله لا يمكن أن يحدث إلا عندما يكون عندك جيء من المعلومات المتاحة أو من وفرة المعلومات المتاحة أو تعدد المعلومات. وأنا باعتقادي بهذه المعركة جزء من نجاح المقاومة ليس فقط بترتيباتها العسكرية وأدائها التكتيكي على مستوى الأنفاق والصواريخ وقذائف الياسين وتصويرها، إنما كان أيضا في نقل المعلومة بطريقة تؤدي بالنهاية إلى تصديقها لدى الجماهير. ورأينا أبو عبيدة وتصريحاته وأبو حمزة وتصريحاته والناطق باسم الأجهزة العسكرية الأخرى كيف عندما يقولوا ضربنا يبثون بعد ذلك الصور، عندما يقولوا فجرنا، وعندما يأتي جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرديته. وهنا نحن نتكلم أيضا كمختصين بالإعلام الإسرائيلي ودارسين في جامعاته مادة الإعلام، نرى كم تدخل الرقيب العسكري للسيطرة على المعلومة، كم تدخل الرقيب في محاربة المعلومة المضادة، كم منع من نشر المعلومات التي تبثها المقاومة. وبالمقابل كنا نجد كلما انتشرت معلومات المقاومة كلما كان هناك تضعضع في الجبهات، أكان على مستوى الجيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، على مستوى القيادة والسياسة، وعلى مستوى الأحزاب. باعتقادي أن المعلومة الآن أصبحت تشكل حالة من تغيير الآراء لدى العديد من الجهات. وبأوروبا والغرب نشأوا لسنوات طويلة مجرد الحديث عن الصهيونية أو المجازر اليهودية أو الاعتراض عليها أو إنكارها كان يعتبر من المحاكمات التي حكم عليها الكثير من الكتاب والسياسيين. باعتقادي نحن وصلنا إلى مرحلة أن المقاومة تستطيع أن تنقل الرواية، وهناك من يتبنيها وهناك من ينشرها وهناك من يدافع عنها، بالمقابل فشل متتالي لدى الاحتلال الإسرائيلي. طيب أنتقل بسؤال هنا للأستاذ ياسر. أستاذ ياسر، يعني تتوالى العواجل قبل قليل والآن عن لربما بدأ هذه الضربات الأمريكية التي هدد بها البيت الأبيض، و يعني بات يعد الساعات من أجل ساعة الصفر. يبدو أن ساعة الصفر قد حانت وبدأت هذه الضربات على الميليشيات الإيرانية في مناطق الحيدرية والشبلي في الميادين بريف دير الزور ومناطق أخرى. ماذا تقرأ من بدء هذه العمليات؟ ما الذي يعنيه؟
فعلا كما ذكرتم، يعني منذ قليل حوالي نصف ساعة أو أكثر بقليل كان هناك ضربة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية قوات التحالف إلى منطقة الميادين في مناطق شمال شرق سوريا، وهي منطقة تسيطر عليها الميليشيات الشيعية مرعية من قبل الحرس الثوري. لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن ترد وبشكل قاسي، ولكنها ترد على أدوات إيران سواء في سوريا أو يعني قريبا سيكون في العراق، وقد يكون هناك بعض الضربات الأخرى في لبنان أو في اليمن، ولكن لا أعتقد أنه سيكون هناك ضربات في عمق إيران على وجه التحديد. يعني منذ قليل أيضا وصلت جثث يعني العناصر الذين قتلوا من جنود الولايات المتحدة الأمريكية الثلاث، وكان باستقبالهم يعني بايدن وزوجته. إذا هناك يعني حالة من الضغوطات التي تمارس على حالة الحزب الديمقراطي على بايدن على وجه التحديد. لا يستطيع بايدن إلا أن يستعيد جزء من مهابته، أو يقول أن يعني كرامة الولايات المتحدة الأمريكية الآن معرضة إلى أن يكون هناك مسؤولية من رئيس بايدن أنه يفرط بها. لذلك أعتقد أن هذه الضربة ستتوالى كما صرحوا قبل ذلك، ولكن هل هذه الضربات ستؤثر بشكل قاطع على انسحاب مثلا القوات الميليشيات المرعية من قبل إيران من سوريا أو من العراق؟ لا أعتقد. أو حد من نفوذها أيضا لا أعتقد. هناك أيضا إشاعات تقول أن هناك عناصر نعم يعني نعم تابعة أستاذ للحرس الثوري الإيراني، أستاذ ياسر، ضباط يعني أو عناصر كما يرد على غادرة. شاشة الرافدين، يعني المرصد السوري، الغارات الأمريكية دمرت 11 موقعا تابعا لميليشيات إيران شرقي سوريا. يبدو أن هناك تركيز على مواقع هذه الميليشيات، ألا ترى ذلك؟ صحيح ذلك، وأعتقد أنه من سيدفع الثمن ستفرط الولايات المتحدة، إيران ستفرط بعناصرها وأدواتها، هم من سيدفع ثمن هؤلاء الذين يعني يقومون بخدمة إيران لمجرد تنفيذ أجندتها في سوريا أو أجندتها على مستوى الإقليم من أجل أن يكون لإيران حظ أوفر في التفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الملف النووي، حظ أوفر من أجل فرض أو محاولة فرض بسط نفوذ إيران على مستوى الإقليم. ولكن بالنتيجة سنجد أن قيادات مثل هذه الميليشيات ستقدم كقرابين من قبل إيران باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ولن ترد إيران على ذلك. إذا لا إيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية بصدد أي تصعيد على نعم، مستوى يعني يكون في هناك هذا معارك. السياق سريعا أستاذ ياسر، ما الهدف الاستراتيجي من هذه الضربات إذن؟ فقط الرد لأجل الرد أم أن هناك هدف استراتيجي بعيد من هذه الضربات؟ يعني أعتقد أن إيران حققت ما تريده، وهي أن أوصلت رسالة بأنها تستطيع أن يعني تشاغل في مناطق النفوذ للولايات المتحدة الأمريكية وفي الإقليم، وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي فرصة أكبر لبسط نفوذ إيران في هذه المنطقة. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فحققت ما تريد بأن لا يكون هناك تمدد لما يحصل في أحداث من غزة على مساحة الإقليم. تريد الولايات المتحدة الأمريكية التي تبسط نفوذها على الإقليم كما ترى أنه لا يكون هناك أي خلخلة للسيناريو الذي رسمته لحالة استقرار في هذه المنطقة. هي لا تريد لإسرائيل أن تمدد المعركة، ولا تريد أيضا لأي دولة أخرى أن يكون لها أي تصعيد في هذه المساحة في نعم أستاذ تيسير، تأثير هذه الضربات التي تتوالى الآن على الميليشيات الإيرانية في العراق وسوريا، على ما يجري من أحداث في غزة، وعلى يعني الاتفاق الذي يجري الحديث عنه أو عن قرب انعقاده، هل ترى تأثيرا بين هذه الضربات وما يجري؟ أعتقد يجب أن نتكلم بموضوعين متوازيين. أولا أمريكا في المنطقة والضربات خلال فترة طوفان الأقصى، نحن نتكلم عن 100 إلى 160 عملية ضد القوات الأمريكانية بمستويات مختلفة، أكانت من البحر الأحمر مرورا حتى سوريا إلى العراق إلى مناطق في الأردن إلى مناطق الغوط إلى أيضا مناطق الاحتلال الإسرائيلي، وكلها قد تبناها بشكل علني ورسمي بيانات من أكانت فصائل عراقية أو سورية أو يمنية، وهذا باعتقادي كان جزء من حالة اختلال التوازن الذي كانت الولايات المتحدة تريد أن تنشئه بالمنطقة، وهي سيطرتها وإن كانت سيطرة
أجهزة أمنية أو سيطرة عسكرية أو الهيبة الأمريكية. باعتقادي أمريكا بحرب تفاد أقصى كان من المتضررين في المنطقة بعدة أشكال، برضو جزء منها ما يحدث في لها من ضربات وأدى بذلك إلى مقتل، وجزء آخر وكان جزء مهم جدا أن الموازي لما قلته وهو الكيان الاحتلال الإسرائيلي. الكيان الاحتلال الإسرائيلي لسنوات طويلة كان يعتبر الذراع المنفذ للولايات المتحدة للأعمال القذرة في المنطقة، كان بضرب العراق، بسوريا، بضرب السودان، ضرب مناطق أخرى، استهداف المقاومة الفلسطينية وغيره. باعتقادي ويجب أن نكون صريحين في هذا الموضوع، العمليات التي كانت موازية لطوفان الأقصى على مستوى المنطقة بضرب الولايات المتحدة أو استهداف الأراضي الفلسطينية، ومثل ما حدث في حيفا قبل أيام استهداف دقيق جدا، أو استهداف اليوم منطقة إيلات بصواريخ، باعتقادي كان مؤازرا ومساعدا للمقاومة الفلسطينية، وأيضا ضاغطا على الولايات المتحدة التي تضغط على الاحتلال الإسرائيلي. وقبل قليل كنت أتابع تقريرا إسرائيليا بإحدى قنوات العبرية يتكلمون كيف نظرة الولايات المتحدة لإسرائيل قد اختلفت بعد طوفان الأقصى بتلك الدولة التي كانت ترسل لمهمات، والآن الولايات المتحدة تضطر أن تتدخل عبر رجالها في الاحتلال الإسرائيلي. وهنا يجب أن نفصل بهذا الموضوع أيضا، أن ما حدث في الولايات المتحدة من ضربات لها أزر وساعد وشجع الولايات المتحدة أن تتدخل أكثر في الوضع الداخلي لدى الاحتلال، وخاصة حكومة نتنياهو والمعارضة. وباعتقادي ما تفرضه أو ما تطرحه الآن المعارضة الإسرائيلية، وهي تعتبر رجال أمريكا في إسرائيل بشكل واضح ومعروف، من شبكة آمنة لنتنياهو من أجل التخلي عن بعض اليمينيين في حكومته، ما هي إلا جزء من محاولة الولايات المتحدة لملمت المنطقة ولملمت الأحداث، لأنها تخسر جزء من الهيبة. ومعروف تاريخيا أن الولايات المتحدة الهيبة صنعتها بثلاثة طرق رئيسية، جزء منها الدفع المالي، الهبات التي تقدمها، جزء منها التواصف من أجل أن يكون لها كلمة على إسرائيل وتضغط على إسرائيل، وجزء آخر وهو مهم جدا ما تقوم به الآن طائرات الولايات المتحدة في صنع طيب. إعادة ترميم الهيبة للولايات المتحدة. نعم، إذن شكرا لك ضيفي عبر اسطنبول، كنت ضيفي عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني تيسير سليمان، وأيضا أشكر ضيفي عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ ياسر النجار. شكرا لكما ضيفي الكريمين.